فز على حيلك انت وياه. شو في؟ عم قول لك قوم احسن لك، يلا. تزودت كثير. انا شخص عنده مكانه اعتباريه بالسلطنه كلها، فهمان؟ قوم احسن ما اقوس عليك، يلا. وانت كمان. عندنا موظف اجنبي من رعايا جلاله الملكه فيكتوريا. لا تكتر حكي، احسن ما اعدمك بارضك بتهمه تجسس على السلطنه. يلا تحرك انت وياه قدامنا، تحركوا يلا. تحرك. لسه في معكم شركاء على القطار؟ مسلحين؟ معنا واحد ثاني كمان هو اللي مسلح. وين؟ يا حبيبي